الفراخ البانيه والشيش طاووق. هنشوف بقى التتبيله الفراخ البانيه والشيش طاووق احنا محتاجين ايه. محتاجين نص كيلو صدور فراخ، ومحتاجين كوبايه عصير بصل، كوبايه زبادي، معلقتين خل، معلقه كبيره توابل فراخ، معانا بيض، ومعانا حليب وبقسماط ناعم، وربع كوبايه دقيق، ومعانا كمان للشيش طاووق نص كيلو وراك فراخ مخليه ومتقطعه شيش. هنشوفها معموله معانا ازاي. اول حاجه عايزين نجهز التتبيله، نلبس الكلافز بتاعنا. بسم الله. حاجه بسيطه جدا، وزهقنا والولاد بيحبوا الاكل ده جدا جدا وبيشتروه من بره من الشارع. طب احنا هنا نعمله بقى في البيت. احنا طبعا برنامج بيتك ومطبخك، يعني البيت نعمل فيه كل الاكل بتاعنا انضف واحسن وارخص، ونبقى ضامنين الحاجه اللي ولادنا بياكلوها. ممكن ده طبعا يبقى سابق التجهيز، محطوط عندنا في الفريزر، نتبل كميه نعملها ونحطها في الفريزر، تطلع معانا في اي يوم زنقه نشغلها على طول. اول حاجه هحط كوبايه عصير البصل، هحط الزبادي، اجيب معايا بقى الملح والفلفل. ادي ملح، ادي الفلفل، ادي الملح، اخد زنجبيل، اخد عايزه الحبهان المطحون، ادي حبهان المطحون، بشر جوز، لا ده كباب صيني عشان ما دنيش ايه راحه جايه كده. يبقى احنا هنا كده حطينا كوبايه عصير بصل، بصلايه كبيره مضروبه في الخلاط ومتصفيه، حطينا عليها زبدايه، احط عليها معلقه توابل مشكله. هنا انا عندي حط زنجبيل، معلقه صغيره مليانه زنجبيل، بيدي ريحه جميله جدا في تتبيل الفراخ. هنا احط معلقه صغيره كبابه صيني، بتدي ريحه حلوه قوي. ممكن احط قرفه لو احب القرفه، احط ملح، احط الحبهان المطحون، ونحط الفلفل الاسود. طبعا لو نحب نحط شطه يبقى سبايسي، نحط، نحب نحط من غير شطه، ده كل دوت بقى راجع لايه؟ راجع لذوقنا الشخصي في الاكل. عايزه اجيب معلقه، معالق راحت فين؟ كده ده اقلب كل التتبيله الحلوه دي. طب انا هنا معايا بيض ولبن ودقيق وبقسماط، انا مش محتاجاهم دلوقتي، ممكن كده ابعدهم عشان نشتغل في الوصفه بتاعتنا. الحاجات دي عشان البانيه في الاخر. هنا كده هنخلط التتبيله كلها بالملح والتوابل. هنا معانا الزبادي بقى حضرتك، بيديها طراوه جميله جدا، بيخلي الفراخ طريه جدا وبيديها طعم حلو قوي لما تتقلي كمان وتتحمر، ونيجي ناكلها كده بالذات الصدور اللي بتتعمل بانيه، بنيجي ناكلها نحس ان هي ايه، ناشفه كده سنه. اما الزبادي بقى بيطريها، بيديها طراوه حلوه قوي، وكمان في الوراك البانيه الزبادي بيبقى حلو قوي. هنا انا معايا ادي الصدور، هبدا انزلها صدور فيليه فراخ كده. بص يا احمد معلش انت عدلها، هو ده كيلو، لان انا طبعا عامله نسخه ومتبله جاهزه عشان برضو هوريها لك كده. طبعا احنا بقى اي كميه عندنا، احنا ممكن نجيب مثلا كيلو مره واحده زي ما انا عامله كده، كيلو نفرز شويه نحطهم في الفريزر وشويه نشتغلهم. يعني مع كل اكله دي بقى نصيحتي لكل ست بتشتغل، مع كل اكله هتعمليها، هجيب النهارده هعمل فراخ بانيه، اشتري نص كيلو زياده، النص كيلو ده هيريحك جدا جدا في الشغل. ادي الوراك معايا، الوراك المخليه، والوراك دي كمان انا عايزه اعملها لكم بانيه، عايزه احمرها لكم بالبيض والبقسماط، مش نعملها شيش بس. ادي كده شايفين، ادي الورك مفرود انا جايباه، فاتحه الحتت اللي بتبقى تخينه في الفخذ، مرققاها بالسكينه اهي، مرققاها
علشان علشان تتفتح كده، تاخد تتبيله حلوه وبعدين تتقلي بانيه. حد يقول لي ده هي بتتقلي بانيه الورك؟ اه طبعا بتتقلي وبتبقى جميله جدا. طب مش هتستوي؟ لا هتستوي كويس جدا طالما منقوعه في التتبيله من قبلها بيوم ولا يومين، مفيش اي مشكله. من بالليل في الثلاجه للصبح تبقى زي الفل. ادي هنا شويه شيش كده انا مقطعاهم، وركين كده مقطعاهم شيش، وادي وركين تانيين انا فتحاهم ومرققه اللحم بتاعهم، تبقى فيها حتت كده تخينه انا مخففاها بالسكينه، شقاها على نصين كده وفتحاها علشان تقبل تتبيله وتستوي كويس جدا لما تنزل في الزيت للتحمير كده. حد يقول طب احنا ممكن بدل ما نحمر في الزيت ممكن نعملها في الفرن؟ اه ممكن نتبل البقسماط، هقول لكم لما نيجي لمرحله البقسماط ممكن نعملها ازاي كده. يا ريت بقى نسيبها كده اهو متبله من بالليل للصبح، ناخد منها نتيجة جميلة جدا، أو من الصبح لغاية قبل المغرب بنص ساعة نبدأ نقلي، أو بساعة عشان هنجهز ونقلي، هتبقى في منتهى الجمال. أنا بقى هشيل دول كده ممكن بقى سعيد يتفضل معانا يا ريس بعد إذنك كده. يلا هات بقى يا سعيد ايه طبق كبير عشان نحط عليه البقسماط الحاجات دي. هات لي طبق تاني غويط حطه هنا. ده الدقيق وازي البقسماط عليه. لا هات لي حاجه غويطه يا سعيد علشان البيض. داخل الحوض هبدأ أتبل البيض معانا بالملح كده، ونحط عليه شوية فلفل طبعا، ملح وفلفل. آخد على البيض معايا كمان شوية لبن صغيرين، فنجان لبن صغير كده. طبعا احنا عشان الوقت بس هوري حضراتكم، انا هنا طبعا مجهزه جزء كده عايزه برضو اوريه لكم علشان هنبدا نشتغل بيه على طول. ده الورك اللي انا قلت لكم ان انا كنت متبلاه وفرداه وعاملاه بنفس الطريقه، نزلته في البيض والبقسماط زي ما هنعمل دلوقتي، بس عشان ما ناخدش وقت الزيت هنا معايا سخن هنا كده، لازم ينزل زيت سخن جدا تمام. ده انا بعد ما عملته حطيته في التلاجة، طلعته ساعة مثلا في التلاجة ولا حاجة يتشمع، او مفيش تلاجة مثلا نص ساعة هركنه كده على جنب عشان يبدأ البقسماط يتماسك، يشرب من مية التتبيلة اللي بتبقى في الفراخ ويبدأ يتماسك ويدينا الشكل ده كده. هنبدأ اول حاجة ننزل الورك، دايما ننزل الحاجة للزيت لبره كده، مش لعلينا مش لوشنا، لبره كده هنا كده. عايزه كمان الورك الثاني، انا هنا عامله هوم وركين كده اهو الشكل ده. كده هنزل بس البس جوانتي كده اهو. احنا بقى هنرب البيض بالملح والفلفل مع شوية لبن كده صغيرين، ونعمل ايه؟ نعم اللبن هيطر، لا اللبن عشان البيض يدوب كويس، الصفار والصفار والبياض لما بنيجي نخلطهم ساعات بيبقى فيهم تكتل كده، ما بي مش بي يعني مش بي مش بيدوبوا كويس او مش بيتخلطوا كويس غير مع سائل سواء مية او لبن. هنا كده ادي الدقيق بالبقسماط، ممكن نحط طبعا شويه نشا، انا هنا طبعا عايزاه شطه او عايزاه سبايسي، هبدا احط له شويه شطه ادي الشطه اهي. ممكن طبعا بقى احط له ايه شويه توم بودره شويه بصل بودره، الحاجات دي اللي هي المنكهات للايه للبقسماط، يبقى زي الجاهز بالظبط، توم بودره وبصل بودره ملح وفلفل، بخلي البقسماط عندي متبل.
بس نخلي بالنا ان البقسماط التتبيله الملح والفلفل ما يبقاش كتير، علشان اصلا الفراخ هتبقى فيها ملح وفلفل. هنا كده شايفين الايه شغاله وزي الفل كده كده. كده اهو احنا شايفين بتنزل في الزيت اهو، شايفين بتاخد اللون الحلو ازاي ومستويه. هفتحها لكم من جوه عشان نشوف ان الوراك بتبقى مستويه جدا. هنا كده اه والله بيبقى فعلا طعمها تحفه، لان الوراك اصلا هي اللي بيبقى فيها كل الطعم، بتبقى فيها الدهون بتاعتها دي بتبقى جميله جدا. هبدا كده ادي اخد انا بقى هنا اخد اهو حته صدر كده. دايما الايد اللي انا هشتغل فيها بالبقسماط نراعي انها تكون ايه ايد ناشفه، ما تبقاش منبلهاش عشان ما تعجنش معانا. بس كده اطلع هنا اجيب منازيل عشان اطلع عليها. اهو شايف حضرتك الله يسلمك يا احمد كده اهو. واكرر نفس الموضوع. طيب لو انا دلوقتي مش حاطه، لو انا مش حاطاه في الثلاجه وهو عندي لسه معمول على طول، هعمل ايه؟ لازم ابل ايدي بالميه وامسح فوق البقسماط ده علشان ما اخليش البقسماط الزياده منه ينزل يحرق لي الزيت. لا يبقى انا لازم ابله كده، اديله بله خفيفه تنسيمه بايديا كده علشان ما يحرقلناش الزيت بتاعنا، او البقسماط الزياده بينزل يخلي الزيت اسود ويتحرق على طول معانا كده. لا كده يا دوبك ثلاثة مش هنعمل اكتر. انا طبعا بقى هدني اعمل كده، شايفين كده حضراتكم لازم اضغط عليها كويس جدا اهو كده، اضغط عليها علشان تلزق فيها التتبيله، ونفط كده الزياده وافردها كده. المفروض بقى انا بسيبها بدخلها الثلاجه لمده مثلا ساعه نص ساعه، تدخل معانا الثلاجه وتطلع من الثلاجه تتحمر. لو انا هحمر على طول مفيش ثلاجه، يبقى انا زي ما قلت لكم كده بنسم ايدي تحت الحنفيه او في طبق كده بل ايدي منه ميه وابدا امسح عليها، كل وش كده يتمسح عليه شويه علشان ايه؟ علشان تاخد الصدمه بتاعه الميه دي، يقوم البقسماط ما يتحرقش مني كده اهو. اضغط كويس جدا جدا كده. طيب احنا كده عملنا، الست اللي جايه من الشغل متاخره بقى، انا قلت بقى حضرتك الست دي هتعمل ايه؟ وهي بتعمل اكله مثلا النهارده هنعمل بانيه، اجيب مع النص كيلو نص كيلو تاني واعينه للظروف اللي زي كده. يقوم انا لما اكون في شغلي ارجع من الشغل على طول اجره من الفريزر، اكون متبلاه زي كده في طبق فل على كيس بلاستيك، اكون مفرزاه والفه كويس جدا، اجيبه ارجع من الشغل اجره من الفريزر نص ساعه على الرخامه بس يحل شويه من التلج، وابدا على طول احطه في الزيت واحمره كده. هبدا اشتغل بقى في الشيش طاووق. انا عندي الشيش طاووق اهو المتبله الفراخ واللحمه تقعد في الثلاجه 3 شهور لاربع شهور تبقى زي الفل في الفريزر اللي هي سابقه التحضير اللي زي كده، لكن الميه تقعد 6 شهور في الفريزر مفيش اي مشكله. اكتر من كده البروتين اللي في الانسجه بتاعتها بيبوظ بيتلف. يعني انا هشيل دول كده في الفريزر عندي 3 شهور زي الفل متبله بالبيض والبقسماط، اطلعها في خلال 3 شهور 4 شهور اقصى حد استخدمها. الفرخه نيه متفرزه 6 شهور، اللحمه نيه متفرزه 6 شهور، لحمه او فراخ سابقه التجهيز بتتبيله في الفريزر من 3 شهور ل 4 شهور اقصى حد عشان البروتين اللي في الانسجه بتاعتها
ما يفكش منها او يعني ما يضعش منها خالص، نبقاش بناكل حاجه جلد بس. انا هنا معايا الاسياخ بتاعه الشيش طاووق، بمسك بعمل ايه، ومعايا بصل طبعا خضار، ببدا كده اشك السيخ، اشكه كده اهو، وابدا احط فيه قطعه من قطع الوراك اللي احنا عاملينها كده اهو كده. اخد مثلا فلفل، بصل، فلفل اخضر. تعالى يا سعيد لو سمحت عشان تتابع ال كده. معانا فلفل الوان بقى، فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، بصل، كل بقى ما نكتر الخضار طبعا بتبقى ممتازه جدا. لو حطينا فيها كوسه، بتنجان، وتشوي في الفرن يبقى في منتهى الجمال كده اهو. نعم ان شاء الله هنعملها باذن الله بعد رمضان، ان حيانا ربنا هنعملها باذن الله. السيخ بتاع الشاورما ده هنعمله احنا، نجهزه معانا كده اهو. شايفين بقى كده السيخ معانا في منتهى الجمال اهو. ناخد بقى اللحم المتبل ده اللي هو لحم الوراك، بعد ما بنغسلها كويس بالدقيق وبالملح وبالخل ونصفيها، نبدا نقطعها ونبيتها في التتبيله اللي عندنا اللي احنا عاملينها، الزبادي واللبن، او الزبادي بس مفيش زبادي، في لبن يبقى يمشي برده، يبقى زي الفل كده اهو. كده نعمل بقى في كل سيخ العدد اللي احنا عايزينه، عايزين مثلا في كل سيخ 5 قطع 4 قطع زي ما احنا عايزين بالظبط، ما يجراش اي حاجه. دول بقى هنعمل فيهم ايه بعد ما احنا عملنا الاسياخ بالشكل ده؟ فين الصينيه يا سعيد؟ الصينيه معانا كده، هبدا اجيب فيها زيت. يبقى دي كده اكله خفيفه النهارده نعملها كده، وكمان اكله الولاد بيحبوها جدا وبيشتاقوا لها. تلاقي دايما عند المحلات اللي بتعمل الشيش طاووق والشاورما والحاجات الجاهزه، البانيهات والحاجات دي، تلاقي بعد الفطار على الساعه 7 8 بعد صلاه العشاء كده، شباب كتير جدا، الشباب متكومين وواقفين كده قدام المحلات دي وعاملين زحمه رهيبه. انا بتكلم طبعا على ناس محلات معروفه جدا جدا في مصر الجديده جنبي، وتلاقي الشباب بقى ايه يعني مندمجة جدا معاهم، اللي واقف ياخد سندوتشين وتلاتة والحالة يعني زي الفل. هنا بقى عندي شوية خضار باقيين كده، ببدأ برضو احطهم يتشووا يدوني طعم في منتهى الجمال. ادي كده هاخد الزيت، ابدأ برضو اديله كده ايه تلميع الزيت من على الوش كده، وادخله الفرن يبقى معانا زي الفل اهو كده. هنا كده هدخلها بقى الفرن، انا بقى دلوقتي هطلع فاصل. هنا ده طبعا كتر خيرك يا سعيد، اهو سعيد هنا كده حمرها لنا تحميره جميله جدا.